في حلقة اليوم سنتحدث عن زيارة الرسول بولس لفيليبي، أعزائي من منطقة نيابوليس القديمة، أريد أن أتحدث عن زيارة بولس إلى منطقة فيليبي. نحن نعلم أن بولس استلم دعوة أو رؤية سماوية، رجل مكدوني قائلا له أعبر إلينا وأعنا. أطاع هذا الصوت والرؤية الإلهية، وبالفعل أخذ سفينة عن طريق بحر إيجية مارا في جزيرة اسمها ساموثراكي، وطبعا أكيد صار بمحاذاة جزيرة ثاسوس مقابل نيابوليس، وجاء إلى الميناء الأول في أيام الرومان، ميناء نيابوليس. من نيابوليس صار بولس في طريق أغناطيا إلى أول مستعمرة رومانية فيليبي، ومن فيليبي طبعا صار إلى منطقة أمفيبوليس أبولونيا، ثم إلى تسالونيكي، ومن تسالونيكي إلى برية، من برية إلى أثينا، ومن أثينا إلى كورنثوس. هذه الرحلة كانت في رحلته التبشيرية الثانية، إذ وصلت الرسالة، بل وصل الإنجيل إلى منطقة أوروبا عن طريق مقاطعة أو مستعمرة فيليبي. من منطقة فيليبي القديمة سوف أواصل حديثي عن هذا الموضوع. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. أخذ الرسول بولس قارب من منطقة آسيا في بحر إيجية، ووصل إلى الميناء الأول في منطقة نيابوليس. هذا الميناء القديم لمدينة نيابوليس أو حديثاً كافالا. أعزائي من منطقة فيليبي، أريد أن أتحدث عن زيارة الرسول بولس إلى منطقة فيليبي. هذه المنطقة لها تاريخ عريق منذ القديم، لكن التاريخ بيبتدي عندما جاء شعب ثاسوس إلى هذه المنطقة ووحدت القبائل المختلفة، وسميت هذه المنطقة كرينديس، أي منطقة ينابيع المياه، وتحولت من فترة ما قبل التاريخ إلى فترة تاريخية متحضرة، من اعتمادهم فقط على الزراعة إلى اعتمادهم على التجارة والسفر إلى آخره. لكن شهرة هذا المكان عندما تغير وجه التاريخ بثلاث أحداث رئيسية. الحدث الأول عندما جاء فيليب الثاني، فيليب المكدوني، وانتصر في معركة حمى الشعب في هذا المكان وبنى الأسوار، وسميت المدينة على اسمه فيليبي، طبعا بصيغة الجمع لأنه وحد عدة قبائل أو عدة شعوب تحت راية واحدة. لكن اللي بهمنا في التاريخ إنه الإسكندر الأكبر ولد في هذه المنطقة، ابن فيليب المكدوني، ومن هنا ابتدأ زحف الإسكندر الأكبر إلى كل أنحاء الأرض، إلى ثلاث قارات، إلى طبعا أوروبا، آسيا، وأفريقيا. نشر الحضارة الهيلينية والفلسفة اليونانية، وطبعاً اللغة اليونانية اللي أصبحت اللغة الرسمية في أيام بولس الرسول. لكن الحدث الثاني اللي غير وجه التاريخ عندما جاء الرومان سنة 168 ميلادي واحتلوا هذه المنطقة. لكن هذه المنطقة نظمت بالتحديد سنة 42 قبل الميلاد، عندما اغتال بروتوس يوليوس قيصر في روما.
هرب مع بعض من الجيش الروماني هو وكاسيوس إلى هذه المنطقة، وفي طريقه أخرب مدن كثيرة، لكن الجيش الآخر، بقية الجيش الروماني بقيادة أوكتافيوس ومارك أنتوني، لحقوا جيش كاسيوس وبروتوس في هذه المنطقة، وحدثت معركة حاسمة جدا. انتصر فيها أوكتافيوس مع مارك أنتوني على بروتوس وطبعا كاسيوس، واتحسمت هذه المنطقة. وهذا الانتصار سبب أنه ابتدأ التوسع الروماني وحموا الحدود في هذه المنطقة، ولاسيما مصادر المياه، حتى يؤمن الحدود الشرقية مع الغرب، أو اتصال روما مع المقاطعات الشرقية عن الطريق الرئيسي فيا إغناطيا. لكن أعظم حدث في التاريخ عندما جاء بولس الرسول إلى هذه المنطقة، وتغيرت هذه المنطقة، وآمن الناس كثيرون، وانتشرت المسيحية أيضا من أوروبا إلى كل أنحاء الأرض، وصلت إلى قلب العاصمة الرومانية. أنا موجود في فيليبي القديمة، المكان اللي أنا بتكلم منه معبد قديم، معبد كورنثوس في منطقة فيليبي، والمنطقة كلياتها تسمى الأجورا أو ساحة الميدان العام أو السوق. كانت بالنسبة للشعب الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية وطبعا التجارية، كل شيء كان يعمل في هذا المكان. في نفس المكان وعظ الرسول بولس في هذه الفترة في منطقة الساحة العامة. اكتشفوا عدة كنائس يعود تاريخها من أيام البيزنطيين، تستطيع أن ترى من خلفي أثارات قديمة، أعمدة عالية لكنيسة بيزنطية قديمة، أو بالأحرى اكتشفوا 5 كنائس. لكن في الجهة الأخرى، الجهة الشرقية، اكتشفوا أقدم كنيسة في أوروبا، كنيسة بيزنطية في هذا المكان. اكتشفوا طبعا معابد وأثارات، حمامات باردة وساخنة في أيام الرومان. هذه المنطقة كانت مستعمرة رومانية أو كولونية رومانية في أرض اليونان. إلى هذا المكان جاء بولس بسبب دعوة، بسبب رؤية، أنه رأى رجل مكدوني قال أعبر إلى مكدونية وأعنا. أعزائي، سوف نذهب إلى منطقة النهر لأتحدث عن تغيير ليديا بائعة الأرجوان. أنا ماشي على الطريق الأغناطي القديم، الطريق الروماني. بولس الرسول وصل إلى مياه نيابوليس، وصار حتى فيليبي على نفس الطريق، طريق أغناطة. وهذا الطريق طبعا كما ترون معبد بالحجارة الكبيرة على الجنبين، وحجارة أصغر في الوسط حتى تتحمل المركبات والخيول. وهذا الطريق اللي حمل المبشرين في الكنيسة الأولى حتى يخدوا الرسالة إلى كل أنحاء العالم. سأواصل مسيري إلى فيليبي. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكاناً يهودياً للصلاة. فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك، وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليديا من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله. ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية: أدخل بيتي وأقيم فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب. أعزائي، أنا موجود جنب نهر اليانجيتس في بالقرب من منطقة فيليبي القديمة. جاء الرسول بولس إلى هذا المكان، كان في اجتماع للصلاة، وواحدة من المجتمعات كان اسمها ليديا. فتح الرب قلب ليديا لتصغي إلى ما كان يقوله الرسول بولس. آمنت واعتمدت في هذا المكان. هذا المكان أصبح مكان مقدس بالنسبة للمسيحيين، يأتون السياح من كل أنحاء الأرض
لكي يشاهدوا هذا المكان ويعتمدوا في هذه المياه. الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بنت تشابل أو مكان للصلاة صغير حتى تصلي الناس في هذا المكان، وطبعا كنيسة تذكارا وتخليدا للحدث في هذا المكان. بالنسبة للمعمودية كان في اجتماع نساء، هذا إن دل على شيء بدل إنه لم يكن رجال بما فيه الكفاية. بحسب قوانين أو تقاليد اليهود بالنسبة لأي مجمع يجب أن يكون على الأقل 10 رجال، يجب أن يكونوا قريب من مياه عذبة أو مياه جارية ليغتسلوا الغسلات الطقسية حسب للطهارة، وطبعا لازم تكون المسافة قريبة، سفر مسافة السبت لأنه يوم السبت يوم راحة وعطلة ما بيمشوا كتير. وطبعا لأنه فيليبي كانت مستعمرة عسكرية رومانية ما كانش فيها يهود كتير، فالسبب أنه كان فقط اجتماع صلاة في هذا المكان. يجب أن نذكر أنه في هذا المكان أول مؤمنة في أوروبا، وفتحت الرسالة لتصل كل أنحاء أوروبا من خلال هذا المكان. يمكن أنت بتشعر أنك مظلوم، مستعبد لخطية أو لروح عرافة أو حجاب أو كذبة معينة. أغلب الآثار التي عثر عليها في هذا الموقع التاريخي تم ترميمها حتى عادت إلى حالتها الأولى، ومن هذه الآثار المسرح. من المحتمل أن يكون الملك فيليب الثاني هو الذي أنشأ هذا الأثر حوالي منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. السوق أو المحكمة. كان السوق يمثل المركز الإداري أو الحكومي لمدينة فيليبي خلال العصر الروماني. سجن بولس الرسول. كان هيكل المبنى يشبه إلى حد كبير صهريج الماء الروماني، لكن التقليد يقول أن الرسول بولس كان سجيناً في هذا المكان. البازيليكا، وهو بناء روماني مستطيل الشكل، تم بناؤه أثناء القرنين الخامس والسادس. التصميم تقريباً مربع الشكل. الممشى المركزي كان مغطى بقنطرة مدعمة بأعمدة ضخمة. الكنيسة ثمانية الأضلاع. بنيت الكنيسة ثمانية الأضلاع حوالي عام 400 ميلادية في أواخر العصر الإغريقي، وقد حلت محل الكنيسة الأولى الصغيرة التي كان يطلق عليها اسم بولس الرسول. بولس الرسول كان موجود في منطقة آسيا، ومنع الروح القدس أنه يتكلم بالكلمة في منطقة آسيا، فظهر له في حلم رجل مكدوني قائلا له أعبر إلينا وأعنا. منع الروح القدس أنه يتكلم بالكلمة في آسيا وفتح باب عظيم جدا في منطقة أوروبا. بولس طبعا كان طايع لصوت الرب وجاء إلى هذا المكان عن طريق ميناء نيابوليس، مارا في طريق إغناطيا القديم، ووصل إلى أول مقاطعة في مكدونيا اللي هي كولونية أو مستعمرة رومانية في هذا المكان. وأول ما ابتدأ ذهب عند النهر كما شفنا، وربح ليديا بائعة الأرجوان، كانت ثرية أصلها من آسيا لكن تجارتها و كانت موجودة في هذه المنطقة. طبعا في هذه المنطقة في منطقة فيليبي شفنا عدة ناس تغيرت حياتها وكنائس بنأت في هذا المكان. أول مؤمنة في أوروبا أو في منطقة فيليبي ليديا بائعة الأرجوان. كان الرسول الرسول بولس بيتكلم، كان بيعظ من كلمة الله. يقول الكتاب فتح الرب قلب ليديا لتصغي إلى ما كان يقوله الرسول بولس. الرب غير حياتها،
آمنت برسالة المسيح واعتمدت في الماء، ماء النهر الموجود بقرب الاجتماع، وتغيرت وأصبح بيتها بمثابة الكنيسة الأولى في هذه المنطقة. لكن أريد أن ألفت انتباهك إلى عدة أمور في هذا الإصحاح. أولاً، رسالة بولس كانت افتقاد للباحثين. الشيء الثاني كانت افتقاد للمظلومين. والشيء الثالث كانت افتقاد أيضاً للمقاومين أو المضطهدين. الباحثين تتمثل في ليديا بائعة الأرجوان، كانت متعبدة لله، كانت تعمل كل الأعمال الحسنة، كانت تصلي، قلبها كان مجهز، ومع أنه كانت تبحث عن الله لكن الله استجاب إلى صلاتها، واكتشفت أنه الله الذي يبحث عنها فتغيرت حياتها. فهي رسالة إلى كل من يبحث عن الله، لابد أن يكتشف أنه الله هو اللي بيبحث عنه فتتغير حياتك. الرسالة الثانية رسالة إلى المظلومين أو إلى المستعبدين، وهذا متمثل أيضا في نفس المنطقة، منطقة فيليبي. كان الرسول بولس بيتكلم هنا في منطقة الأغورا، وهذه المنطقة هي ساحة الميدان العام اللي بيقوموا فيها في كل مجالات الحياة التجارية والدينية والسياسية والمدنية. لكن كان في فتاة صغيرة عليها روح عرافي، روح شرير، وكانت تصرخ دائما، فتضايق بولس من هذا الروح فأمر الروح الشرير وصلى باسم الرب يسوع المسيح وطلب من هذا الروح الشرير أن يخرج منها، فخرج في الحال، فآمنت هذه الجارية. لكن هذا الإيمان أثار شغب في هذه المنطقة، ولسيما أنه الكرازي كانت في السوق العام في المنطقة هنا في ساحة الميدان، فأثار الناس على بولس وأخذوه إلى الحكام. وهنا نكتشف عند الدرج أثرات قديمة لدار الولاية، فأخذوا بولس وسيلة من غير ما يستجوبوهن أو يسألوا، ابتدأوا يضربوا فيهن وضربا مبرحا، وتألموا جدا، وطبعا وضعوهن في السجن. طبعا علم الآثار دائما بأكد على صحة الكتاب المقدس، أقصد الاكتشافات بتأكد على صحة الكتاب. فاكتشفوا السجن قديم يعود تاريخه إلى القرن الأول من أيام بولس الرسول، وعلى أغلب الظن بولس كان موجود في هذا السجن. بولس وسيلة كانوا في السجن، مكتوب عنهن كانا يصليان ويسبحان الله، فالله زلزل المكان بمعجزة، وانفكت القيود، انفتحت الأبواب. وعندما رأى السجن، عندما رأى السجان هذا الوضع أراد أن ينتحر، لأن في القوانين الرومانية إذا شخص هرب من السجن فنفس العقوبة بتتم على الشخص اللي بيحرس. لكن بولس قال لا تفعل شيء، فواضح أنه كل عملية كانت معجزة. فسأل يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ أجاب بولس الرسول وقال آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. يعتبر السجان كان مقاوم ومضطهد للمسيحيين، لكن نعمة المسيح لمسته وغيرته، ومن هنا ابتدأت الكنيسة الأولى. ليديا وهذه الجارية وسجان فيليبي وكل أهل البيوت اعتمدوا، آمنوا واعتمدوا في هذه المنطقة، وابتدأت المسيحية تنتشر من هذا المكان، وابتدأ بولس يسير من هذا المكان في طريق فيا إغناطيا مرا إلى المدن الأخرى، المدن اليونانية. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء
هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا. فطلب السجان ضوءاً واندفع إلى داخل السجن وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟ فقالا له: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك. وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما وتعمدا هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما، وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. أعزائي، أواصل حديثي عن زيارة بولس إلى منطقة فيليبي. شفنا أن رسالة بولس كانت للباحثين، للمظلومين والمستعبدين، للمضطهدين والمقاومين أيضا. وشيء لازم ننتبه له أنه المسيحية انتشرت من خلال الاضطهاد ومن خلال المقاومة أيضا، لأنه كانوا ممتلئين بروح الله، ممتلئين بروح القوة والحماسة، ابتدأوا يشهدوا عن يسوع المسيح، ولأنهم كانوا ممتلئين بالمحبة تكلموا بكلمة الله بكل مجاهرة. فتغيرت أناس كثيرة في هذه المنطقة، وابتدأت الكنيسة من منطقة فيليبي. الأثرات القديمة بتأكد على اكتشاف عدة كنائس قديمة في هذه المنطقة. كنيسة فيليبي طبعا كانت أيضا كنيسة محببة على قلب بولس الرسول. لما كتب إلى أهل فيليبي واضح أنه كان عنده مشاعر دافئة تجاه هذه الكنيسة. هذه الكنيسة هي وقفت مع الرسول بولس وساندته وساعدته ماديا لنشر كلمة الله. واضح أنه كمان علاقة بولس مع الشعب في فيليبي علاقة جميلة ورائعة جدا، من طريقة كتابته إلى أهل فيليبي فناشدهن أنه يمتلئوا من فكر المسيح، نشدهن أنه يمتلئوا من معرفة المسيح، نشدهن أنه يمتلئوا من سلام المسيح. ورسالة فيليبي هي رسالة الفرح. كتب لهن وهو في سجن روما، كتب إلى أهل فيليبي وشجعهن، قال: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. شجعهن على الفرح. لكن بولس كان مليان ومغمور في حياة في شخص الرب يسوع المسيح. لما كتب لفيليبي قال: لي الحياة هي المسيح. فالمسيح كان حياة بولس الرسول. وعندما كتب لهم في الإصحاح الثاني قال: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. فالمسيح كان فكر بولس الرسول. وفي الإصحاح الثالث كتب لهم قال: أسعى نحو الغرض من أجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح، أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام. فالمسيح كان غرض بل هدف الرسول بولس. وفي الإصحاح الرابع قال: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فالمسيح كان قوة الرسول بولس. واضح أنه مشاعر دافئة بشجعهن في هذه الرسالة. لكن أحبائي، بولس كان بيتحرك باستراتيجية في المدن الرئيسية، لكن كان بيتحرك في إرادة الله، لأنه كان مملوء بالروح القدس، مملوء بالقوة. لربما أنت تشاهد هذه الحلقة وتشعر وتقول: يعني إيه اللي بتعلمه من هذا الدرس؟ يمكن أنت تكون شخص مظلوم أو مستعبد لخطية، ممكن تكون شخص بتبحث بكل أمانة، عايش حياة تدين، لكن معرفة المسيح معرفة شخصية. يمكن تكون شخص مستهزئ أو بتقاوم المسيحية. أنا أدعوك أنك تفتح قلبك. على أي حال، رسالة الله وكلمة الله هي بتغير الإنسان.
الشعب تغير في منطقة فيليبي وأصبحت منطقة مسيحية، منطقة مملوءة بمعرفة المسيح. أعزائي، رسالة المسيح للجميع على السواء، للرجال والنساء، للأغنياء والفقراء، وتتمثل في الجنسيات المختلفة. فليديا كانت بائعة الأرجوان، كانت من الطبقة الغنية، والجارية كانت من الطبقة الفقيرة، والسجان كان من الطبقة المتوسطة. وتتمثل أيضا آسيا واليونان وطبعا الرومان، من عدة جنسيات. رسالة الله للجميع. إخوتي وأخواتي، الرسول بولس بشجع كل إنسان إنه يتغير برسالة وكلمة المسيح. يمكن أنت بينقصك الفرح، مش فرحان، قال الرسول افرحوا في الرب. يمكن بتشعر بضعف معين، قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يمكن أنت بتشعر أنك مظلوم، مستعبد لخطية أو لروح عرافة أو حجاب أو كتبة معينة، المسيح قادر أن يحررك. لربما أنت بتبحث وبحثك صادق لكن معرفتك قليلة عن المسيح، أنا أدعوك لتفتح قلبك ليسوع المسيح. لربما أنت تقاوم، أعطي نفسك فرصة إنك تتغير برسالة المسيح، تدرك أن الله يحبك، وأن رسالة المسيح في كل مكان، ليس فقط في الشرق لكن أيضا وصلت إلى الغرب، بل وصلت إلى قلب العاصمة الرومانية. حتى إلك أنت اللي بتشاهد هذه الحلقة في أي مكان بتشاهد، رسالة المسيح إلك، تدرك أن الله يحبك، لكن محتاج أنك تعترف على خطاياك، من خطاياك، وتتوب عنها وتؤمن بالمسيح وتقبل رب ومخلص لحياتك، تتوجه مخلص إلى حياتك. بكل بساطة، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى، سوف نتحدث عن زيارة الرسول بولس لتسالونيكي، لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو